ماشي غير التضخم في الاسعار اللي كيتقلع القدره الشرائيه ديال الطبقه المتوسطه، راه كذلك المصاريف ديال التعليم وديال الصحه حتى هي كتاخذ واحد الجانب مهم يعني في المصاريف ديال هاد الاسر. هذا الشيء علاش يعني اساس يعني التعزيز ديال الدوله الاجتماعيه هو الاصلاحات المهمه اللي بديناها في الصحه وفي التعليم. ومن هنا منين غناخذ الكلمه على هاد الاصلاحات، إذا سمحتوا المواطن غادي يلقى المدرسة العمومية اللي بغاها لوليداته، وغادي يلقى الرعاية الصحية ليه وللأسرة ديالو. وهذه هي الدولة الاجتماعية كما بغاها سيدنا الله ينصرو، واللي هذه الحكومة خدامة عليها ليل ونهار بسياسات عمومية واضحة، وحنا منسجمين مع أنفسنا داك الشيء اللي التزمنا به، يعني محققين فيه نسبة كبيرة ديال الإنجاز، واللي باقي راه في الأولويات ديالنا إن شاء الله في الشهور المقبلة. باقي لنا تقريبا 5 شهور باش نكملوا يعني منتصف المسار، النص ديال الطريق. نتمناو على الله أنه من هنا لتماك غادي نكونوا زدنا بواحد العدد ديال المشاريع، يعني نفرحوا المغاربة بهم ونكونوا في المستوى، ولا يعني أنه نجحنا في هذا الشيء المغرب كله اللي نجح، ماشي أغلبية ولا معارضة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.